بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم ولاء صلاح. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شوربة المشروم. شوربة المشروم من الشرب الجميلة جدا وصحية، هنعملها مع بعض ان شاء الله بطريقة صحية. تعالوا نشوف معانا المقادير. انا عندي هنا ده مشروم مقطعه شرايح، طبعا تستخدموا الكمية اللي انتوا عايزينها. وعندي هنا ده كرفس على كرات مقطعاهم، ممكن لو ما فيش كرات او كرفس ممكن تستخدموا بصل عادي او بصل اخضر مع كرفس، بس يا ريت تدخلوا كرفس او كرات في الوصفة عشان الاتنين بيدوا طعم حلو جدا. وعندي هنا كمان فص ثوم مفروم، وعندي دي شوربة دجاج، وعندي كمان معلقة واحدة دقيق، ممكن تستبدلوها بمعلقة شوفان. وعندي هنا مكعب واحد زبدة بس، وعندي فلفل اسود وزعتر ناشف، طبعا ممكن اللي عنده زعتر طازة يستخدمه. ممكن نستبدل شوربة الدجاج بشوربة لحمة وممكن مية، بس الشوربة هتديها نكهة وطعم احسن. هنا كمان حليب هزود بيه مع الشوربة بديل للكريمة، علشان الحليب سعراته طبعا اقل من الكريمة. تعالوا بقى معايا نشوف هنعملها ازاي. انا عندي هنا حلة على النار هنزل فيها بمكعب الزبدة، انا عندي سايباه على النار تسخن، وبعدين هنزل على طول الكرفس والكرات علشان الزبدة ما تتحرقش معايا. طبعا ممكن نزود مع الزبدة معلقة زيت، بس انا مش حابة ان انا ازود الدسم عندي، فاستخدمت بس الزبدة. هقلبهم بس لحد ما يتبلوا، وبعدين هنزل عليهم على طول بالمشروم، اشوحه برضو معي. طبعا لازم اول لما ننزل بالمشروم الطاسة تكون سخنة جدا والنار عالية علشان المشروم يحتفظ بالسوائل بتاعته جوه. انا عندي اهم دبلو، هنزل بقى على طول بكمية المشروم اللي عندي، وانزل عليها بفص الثوم. انا ما رضيتش انزل بيه مع الكرفس والكرات عشان انا عايزه طعمه يبقى ني مش محمر، لانه بيدي طعم احلى. اهو هنشوح المقادير مع بعض، واول ما المشروم ياخد معايا تشويحه حلوه هنزل بباقي المقادير. انا عندي اول مشروم اتشوح زي ما حضراتكم شايفين، دبل معايا. هنزل بقى عندي بالدقيق والفلفل الاسود والزعتر، وهقلب فيهم لحد بس ما يختفي معايا الدقيق. اول ما يختفي معايا الدقيق هنزل بالمواد السايله اللي هو الشوربه والحليب. طبعا مقدار الدسم زي ما حضراتكم شايفين قليل، مفيش اصلا دسم، يعني الدسم انا حطاه قليل جدا. خلاص الدقيق اختفى عندي، هنزل بقى عندي بكميه الشوربه وقلب. طبعا انا حاطه الدقيق والحليب علشان يحلوا محل الكريمه وتبقى الشوربه تقيله معايا. اقلب بس كويس الاول قبل ما احط اللبن علشان الدقيق ما يكلكعش معايا بس، وازود بقى شويه من اللبن مش كتير طبعا علشان انا عايزاه شوربه تقيله. بس اللبن اللي هو الحليب بس كده، الوصفة خلصت معي. انا بس هظبط الملح بتاعها واسيبها تغلي على النار غلوتين وبعدين نطفي. المشروم من الحاجات اللي هي ما بتاخدش اصلا وقت في التسوية، فمش هتاخد معانا اكتر من 15 دقايق على النار. هسيبها بقى تستوي على النار وبعدين نقدمها مع بعض. وده شكل شوربة المشروم معايا بعد ما استوت، شايفين جميلة قد ايه. انا زينتها بمعلقه من اللبن لان زي ما قلت لحضراتكم عايزينها تكون صحيه، ما استخدمتش اي كريمه، وزينتها بعود من البقدونس. طبعا شوربه المشروم من الشوربات الجميله الغنيه بالبروتين، والبروتين فيها عالي زي اللحمه بالظبط. بتمنى النهارده الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. ولو عجبتكم وصفتي للنهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب على القناه عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. استنوني في وصفه جديده ان شاء الله.